إخواننا، إحنا متواصلين بالحلقات مع عمنا أبو صايل ذكريات، وعمنا أبو صايل الله ينطيه طولة العمر عاش خلال الفترة العثمانية والاحتلال الإنجليزي والملوكية، وإن شاء الله عطائه يبقى متواصل للأجيال، وراح يحدثنا عن وحدة من حوادث شمر. تفضل عمنا أبو صايل، شلون هذا الشمر اللي يم خوال زبيد؟ هذا تقوم وشمر وزبيد وافترقوا. اي وشمر ابنخت لزبيد ظلوا يا خواله. اي صارت تسمى للطعام الجسمة. اي قبل يجسمون الطعام، يجسمون الطعام ويذرون. اي ويدوسون. نعم. ويجمعون الطعام مال الشيوخ، تنقل العربان تجيبه لهذا للشيوخ. اي ماكو سيارات، ابل باعر. اي كل من عنده باعر راحوا عليه مثل الصخره. صخره. اي للشيوخ. الشمري عنده باعر جابوا ياه. اي صخره للشيوخ. اي جابوا طعام وجو، وقف على المشرية الشمري على القنطرة. ايه قنطرة على المشرية. هسا نقول احنا نقول هنا عندنا الشاخة هاي، هم يسمونها المشرية. ايه عليها قنطرة، وقف على القنطرة الشمري والباعر جاي الابل تعبر. نعم. وقف على القنطرة قال وين هالشن يا مشاري تفطن على قومه. ايه قال وين هالشن يا مشاري مثل الحرارة على الوشاري، الحرارة يعني الطير الحر. ايه قال تالي عمر انقل وشاري بطعم ابن عجيل. عجيل باشا هذا امير زبيد. الحرارة على الوشاري ابو صايل. ايه على الوكر مالته. ايه ايه الطير الحر على الوكر. ايه هذا واحد من حوشية الشيوخ ويا الباعر. ايه اسمع اثاري بجهة من جاء قال للشيخ، قال له هذا واحد هيك يسولف. قال ودوا علي جيبوه. ايه جابوا. قال له ها ايش قايل انت؟ قال له ما قايل ملك. قال له ناس ما بخوت ايش قايل سولف. ايه بخت انطى الشيخ، انطى بخت. ايه انطى حظ بخت والامان انطى. ايه ايه سولف لا تخاف. الشمري قام وسولف. قال له والله قلت وين هالشن يا مشاري تفطنت على قومي. على ايه على هلا برا. ايه قلت وين هالشن يا مشاري مثل الحرارة على الوشاري. ايه تالي عمر انقل وشاري بطعم ابن عجيل. قال له عمي انت منين؟ قال له والله شمري انا. قال له روح ليه شمرت؟ شمر لا تشيل ولا تشاري. الشيخ قال له بلي. وقف الشمري. الشيخ ابن عجيل مو؟ ايه ابن عجيل السمرمد. ايه امير زبيد. ايه نعم. وقف الشمري لما قال له ايش الشيخ؟ قال له طير حر وطير عنز ولي خامر طير عنز. اروح ليش امرت عنز لا اشيلي ولا اشاري. طوع عليهن واصلح معكم. تسلم تسلم.